في الفصل ده من حياتك بسمة تقول ايه لكل الاحلام اللي ما اكتملتش؟ قلت لك هتكتمل برضو. لا مفيش حاجه ما اكتملتش، انا اي حاجه بحطها في دماغي هوصل لها، بس كل حاجه ليها وقت. مفيش ولا لحظه في ولا فصل كان فيهم حلم حتى نسيتيه او استغنيتي عنه غير الغنى؟ غير عمري ما نسيت اي حلم من الاحلام، بس اجلت حاجات. اجلتي احلام بس هتحققيها وبتحققيها طبعا. ايه الصفه اللي هتوصيها بيها انها لازم تبقى موجوده في الراجل اللي ترتبط بيه؟ مش عايزه ترتبط بمشهور. ياه. يعني لو حد مشهور مش عايز. اسالك على حاجه، هي للاسف الصفه دي يعني فعلا فعلا ممكن تلاقي حد كويس قوي، بس ان هو مشهور يضيع كل حاجه، فاهم؟ وما يبقاش ذنبه. فمشهور لا، يعني ما يبقاش مشهور تماما. عمري ما هرضى انه بنتي تتجوز واحد مشهور. طب لازم يبقى ايه عشان تختاره؟ لا يبقى يعني الصفات، الشخص لازم يبقى طبعا لو في صفه واحده لا يمكن التنازل عنها، واحده بس. لو صفة واحدة. واحده لو دي في الراجل هترضيه لبنتك. لازم يبقى مؤمن عشان يخاف ربنا فيتقي ربنا فيها. مؤمن يعني مهم انه يبقى قريب من ربنا. لازم لو جابت لك واحد مؤمن وقريب من ربنا ومشهور، لا هتقفي لا في وش الجوازه؟ اه لا. هتحرميها من الحب؟ اه. ياه. لا عشان الشهره، بصي الشهره اتس ا كيرس، ساعات بتبقى فعلا لعنه. ايه امر لحظه عديتي بيها مع تامر مأثره فيكي لحد النهارده مش قادره تنسيها؟ اصعب لحظه فيهم. لا ما عنديش بصراحه حاجه كبيره قوي، بس هي نفس السيناريو بتتعاد، فاهمه؟ يعني مثلا ما يعني حياتي كعامه كانت فيري ليميتد، الحاجات اللي انا ممكن اعملها، فاهمه؟ فده بالنسبه لي اصلا نفسه كان اكبر مشكله، فاهمه؟ لو انت ما بتعرفيش تعملي اي حاجه بمزاجك، براحتك، تخرجي تاخدي واك، لا حاجات كده كلها، فاهمه؟ لما عشتها بقى فهمت انه لا this is huge. كنت حاسه انك محاصره؟ اه طبعا طبعا. انت محاصره وفي الاخر يعني مهما استحملتي مش يعني الناس ما بي مش رحيمه عليكي، فاهمه؟ بس مش فارق لها، مش عارفه، هم عندهم تارجت واحد ان هم يبوظوا لك عشتك بس. بس ما كنتيش بتعرفي تقلعي القناع، كنت بتضطري اوقات طويله في حياتك تفضلي لابسه قناع مخبيه. خلي بالك انت عارفه انه دي اكتر حاجه بقى تعبتني نفسيا. انه وما خلتنيش ان انا اعرف to fit in، علشان انا اصلا ما عنديش قناع، فاهمه؟ انا لو دلوقتي مش طايقه ان انا اقعد معاكي هيبان في وشي، هتفهمي؟ يعني انا ما عنديش فلاتر اصلا. عشان ايه كل ده؟ وفي الاخر الناس برضو بتبقى عايزه تنكد عليك عيشتك، مستكتره قوي عليك الحياه. بس كل الناس دي دلوقتي بشكرها وسامحتها. ايه احلى حاجه او اكتر حاجه عجباكي بس ما غيرتها في نفسها؟ تعلق، عشان موضوع ابويا وموضوع طلاقي انا متعلقه بالاثنين، فاهمه؟ كنت متعلقه الاثنين، الرجلين اللي كانوا فاهمه اهم حاجه في حياتي. فكنت فهمت بقى انه المشكله ما ينفعش اقول المشكله في الناس، انا اكيد في حاجه غلط، ما دام كل حاجه بتبوظ كده يبقى انا في حاجه غلط.